كتاب ربي للهدى ينادي أن أقبلوا للعلم والرشاد. نور من الرحمن قد أتانا للخير والفلاح خير زاد. للخير والفلاح خير زاد. ظهرت هذه الجهود منه في كثير من كتبه عموما، كما ظهرت في مؤلفاته في العقيده خصوصا كرساله وافيته وغيرها. بخصوص الترجمه المجزى وغير الاجهزه فيها، فهو الامام معروف عثمان بن سعيد الداري له فصيه في الشهره بالداري والفردوسي وغيرها. توفي رحمه الله سنة 440 هجرة، قد ناهز 200 سنة، فتكون قد مرت 1000 سنة عن وفاته رحمه الله. أما عقيدته ومذهبه فكان الإمام رحمه الله من العلماء المالكية الذين اشتروا بالسنة، فكان في عقيدته متمسكا بالمذهب السلفي فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. قد صرح بذلك ابن باشكوان بذلك فقال: وكان لدينا فاضلا ورعا سنيا، كما قال الامام القيم رحمه الله: انظر الى ما قاله بسنه وقراءه ذلك الامام الدعم. واما مذهبه فكان مالكي المذهب. اما للتعريف اشهر المؤلفات فهي معروفه، لكن ساشير ببعضها. اولا فيما يتعلق بالعقيده، طبعا السنه الوارده في الفتن وقوائمها والساعه واشراطها، وهذا كتاب نفيس جدا. حب في رسالة ترافق اسم العقيدة الجامعة السلمية في المدينة المنورة بستة أجزاء طبع في 3 مجلدات. كتاب جميل جدا، مباحثه وأثرها فيما يتعلق بإشراف الساعة إمام اليوم الآخر. لكن أنا أهيب بأساتذة الزملاء والطلبة وغيرهم القراءة في هذا الكتاب، خاصة في هذا الزمن زمان الفتن. ايضا فيما يتعلق بالعقيده له الرساله الوافيه، وهذه التي يعني عملت يعني عليها دراسه حتى صار مستفيدا ممن حقق هذا الكتاب. فالف الامام ابو عمرو الداني كتاب الفتن والملاحم واشراط الساعه كما ذكرناه، السنن الوارده في الفتن. ايضا ومن اثاره في باب العقيده ارجوزه بديعه في التمسك بالسنه، هكذا وصفها الذهبي في سيره وهدي السلف والإنكار على أهل البدع. أورد الذهبي منها 37 بيتا في كتابه سير أعلام النبلاء، وقال هي أرجوزة طويلة جدا نذكر منها قوله رحمه الله: تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن والسنة، كلاهما ببلد الرسول وموطن الأصحاب خير جيك. فدعوته فيها للتمسك بالسنة ظاهرة، فيقرر رحمه الله أن الهدى في اتباع السنة فهي سبيل النجاة. قلت من آثاره في باب العقيدة أرجوز بديعة في التمسك بالسنة وهدي السلف والإنكار على أهل البدع، وذكر منها 37 بيتا في كتابه سير أعلام النبلاء، وقال: وهي أرجوزة طويلة جدا نذكر منها قوله رحمه الله: تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن والسنة، كلاهما ببلد الرسول وموطن الأصحاب غير جيب. فدعوته فيها ظاهرة للتمسك بالسنة، فيقال رحمه الله أن الهدى في اتباع السنة فهي سبيل الجنة. وأورد فيها أيضا 12 أثرا ما بين مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عن الصحابه تحت باب ما جاء في ظهور البدع والاهواء المضله واحيائها واماته السنه. ومن جهوده ايضا فيما يتعلق بباب الاعتقاد، يعني ارجوز في ذم البدع وتعيير محدثيها بنصوص الضلال، حيث يجتنب الناس حتى يجتنب الناس اهواءهم ويحذر اتباع ارائهم، تلك ابيض قوله: واطرح الاهواء والبرى وكل قوله والأداء الآراء. كما ذكر أيضا جهود الرجوزة العقيدة، فرق المؤلف في وضح حروف رجوزته المذكورة موقفه المتمثل في
السلف، فإنه قال مثبت صفة الكلام وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، كلا ما موسى عبده تكليما ولم يزل مدبرا حكيما، والقول في كتابه المفصل لأنه كلامه المنزل على رسوله النبي الصادق ليس بمخلوق ولا خالق. من قال فيه إنه مخلوق أو محدث فقوله مخلوق، إلى غير ذلك من الآيات التي حقيقة وضح فيها منهج السلف في شتى أبواب الاعتقاد. قلت في آخرها وجهوده في توضيح العقيدة والدفاع عنها طلع واضحة في هذه الأرجوسة، وقد ذكر فيها ما يروى عن 100 بيت في بيان العقيدة الإسلامية، وهذا كما يقال خير من خير من بيان شيء مما يتعلق بجهود الإمام وعرض العقيدة على جهة العموم، وهي في الحقيقة نالج لذلك وإشارات إذ يلزم تتبع جميع كتبه وإضاءة المواضع التي تكلم فيها عن عقيدة الخير المعارضة، والمقام لا يتسع لذلك. أما بخصوص النموذج وهو الرسالة الواحدة إلى ذلك، وسأخصص الكلام هنا عن هذه الرسالة التي عرفنا لها الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات والديانات بالإمام أبي عبد الله رحمه الله، كان نموذج من جهود الإمام رحمه الله في العقيدة، فكتاب هذا له أهمية كبيرة في العقيدة، فهو من كتب أئمتنا المالكية المسلمة في العقيدة، فقد جمع فيه العديد من الأحاديث والآيات والكلمات في باب الاعتقاد كما يحتوي على عرض مجمل لأصول الدين وما يتعلق بالعقائد بأسلوب واضح وعبارات سهلة، مع احتوائه أيضا على قواعد وثوابت، وسأتحدث بإذن الله عن دراسة أخرى الكتاب نحو التالي. أولا اسم الكتاب وتوضيح نسبة المؤلف وسبب التأليف. هذا الكتاب هذا الإمام عنوانه الأول المخطوطة وهو رسالة موافقة لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات، وهذا العنوان مناسب للكتاب ويتفق إلى حد بعيد مع مضمونه كما جاءت نسبة الكتاب لمؤلفه صريحا واضحا على الصفحة الأولى الاستقراطية أيضا. وبخصوص سبب تأليف الكتاب فقد ذكر المصنف نفسه في مقدمة الكتاب الباعث له على تأليفه فقال: أما بعد، أحسن الله إرشادكم فإن سألتموني أن أقتضم لكم جملة كافية وأصول جلة في الاعتقادات وأصول الديانات، ثم ذكر: أما موضوع الكتاب فهو واضح من عنوانه، فهو في مسائل الاعتقاد وعامة المسائل التي تطرق فيها المصنف في باب العقيدة. أما بخصوص منهجه فإنه لا يكاد يذكر مسألة إلا ويذكر ما يدل عليها بخصوص كتاب السنة وأقوال السلف، والكتاب له قيمة علمية كبيرة، وقد جعله في هيئة فصول أكثر من بعض الفصول، فعقد فصلا مثلا في بيان استواء الله عز وجل على عرشه وعلوه على خلقه، ثم عقد فصلا لإيمان بالقدر، ثم عقد فصلا لإثبات صفات الكلام. ومنهجه العام في هذا كله انه لا يكاد يذكر المساله الا ويذكر ما يدل عليها بخصوص الكتاب والسنه واقوال السلف، واحيانا لا يذكر قول اهل السنه يعقبه بذكر قول اهل البدع وذلك. والحاصل من هذا كله ان هذا الكتاب العظيم سبب الرساله الواهبه بما اعداه قد حوى اصول عظيمه لاهل السنه في باب الاعتقاد من اوله الى اخره، فاذا كان هذا كذلك فلا شك كتابه هذا نموذج عظيم على جهود إمامه الإمام أبو عبد الله في العقيدة وخدمة جليلة الله. أما الخاتمة فإني سجلت بعض النتائج من ذلك أن الإمام أبي عبد الله رحمه الله من العلماء المالكية الذين اشتروا بالسنة، فكانت عقيدته متمسكة بمذهب السلف. اثنين، كان الإمام الثاني كان النبي العلي، لذلك فقد تضافت أقوال العلماء بالثناء عليه ووصف الجميل له. ثالثا، أن الإمام أبو عبد الدهلوي اشتغل بالتأليف والتصنيف إلى جانب اشتغاله بالقراءة والتدريس، فقد ترك خلفه كثير من المؤلفات العظيمة القيمة
وأن أكثرها تتعلق بعلوم القرآن ولكن اشتمل قيل على علوم أخرى في الحديث والعقلية وغيرها. رابعا أن الإمام الراضي كان من أئمة البلدية في القرن الخامس الذين كانت جهود كبيرة واعتبرت خيرا فيما يتعلق بباب العقيدة بحيث العرض والتقرير لها وأيضا من خلال النقد والرد والدفاع عنها ظهرت الجهود منه في كثير من الكتب عموما كما ظهر في مؤلفاته في العقيدة خصوصا كالرسالة الراضية وغيرها. خامسا وأخيرا أن الكتاب العظيم المسمى بالرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في اعتقادات وأصول الديانات للإمام أبي عبد الله رحمه الله قد حوى أصولا عظيما عند أهل السنة في باب الاعتقاد من أوله إلى آخره ولا شك أن الكتاب هذا نموذج عظيم على جهود الإمام فاطمة الثاني في العقيدة وخدمة جديدة لها. هذا وصلى الله عز وجل وفقنا جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخذ كتاب ربي للهدى ينادي أن أقبلوا للعلم والرشاد نور من الرحمن قد أتانا للخير والفلاح خير زادي للخير والفلاح خير زادي.